قال: حدثنا أبو سعيد، حدثنا عمر بن فروخ قال: حدثنا مصعب بن نوح الأنصاري قال: أدركت عجوزًا لنا كانت في من بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أتيناه يومًا فأخذ علينا أن لا تنحنى قالت العجوز يا رسول الله إن ناسًا كانوا قد أسعدوني على مصيبة أصابتني وإنهم أصابتهم مصيبة وأنا أريد أن أسعدهم ثم إنها أتته فبايعته وقالت هو المعروف الذي قال الله عز وجل ولا يعصينك في معروف